الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة. لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب حاليا ومستقبليا. ثانيا، أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، وإنما تقومون به حاليا سيذيع تاريخكم ويزيد من نفور الشعب منكم.